الطريق للقاهره اللي مش مسمار وتطوير الاطار الصناعي هي يعني الشكل الاساسي مجلس الوزراء سياسه الدوله عشان اداره مدينه الجلود في الروبيكي واستثمار واداره مجرى العيون بعد اخلاقها. شركه القاهره طبعا هي شركه مساهمه مصريه متاسسه من المساهمين بين وزاره الصناعه متمثله بمركز التنفيذ بنسبه 40% ومحافظه القاهره بنسبه 40% وبنك الاستثمار القومي. من الاهداف اللي هي انشات من اجلها يعني الشركه هي تطوير صناعه الجلود ويعني اداره وتطوير صناعه الجلود من خلال مدينه الجلود والاستثمار وانشاء مشروعات سياحيه وترفيهيه في منطقه مجرى عيون بعد اخلاقها عشان موقعها الاستراتيجي من قربها من اكبر اثار لنقل المياه في العالم اللي هو مجرى العيون ومكانها قربها من نيل وسط البلد. فلو هنتكلم بقى على مدينه احنا دلوقتي موجودين في مدينه الروبيكي او مدينه الجلود في الروبيكي طبعا معروف موقع الروبيكي بين طريق السويس وبين طريق اسماعيليه موقع استراتيجي قريب من العاصمه الاداريه قريب من مفارق الطرق اكسس الطرق كلها هي مدينه مقاومه على ثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي احنا فيها دلوقتي اللي احنا مخططين انها تستوعب اصحاب مصانع دباغ اللي موجودين في مجرى العيون ودي معموله على 160 فدان بعنابر انتاجيه على مساحات 170 الف متر مربع واحنا مراعيين في التصميم بتاعها انها تستوعب جميع الحالات اللي موجوده في مجرى العيون. ففي مدابغ بتبدا من 48 متر اللي هم المدابغ الصغيره وصغار المنتجين يعني وفي مدابغ في مباني بتوصل ل 6500 متر فمتراعه كل حاجه يعني هنا متوفر جميع وسائل الانتاج بالطريقه الحديثه عشان القطاع هو هدفنا الاساسي من النقل هو طبعا في بعد بيئي عشان خاطر يعني خرج بعض التوجد من مجرى العيون وفي بعد اقتصادي عشان خاطر تطوير هذه الصناعه وتحقيق عائد اضافي منها للدوله. فاحنا لما هنطور الدباغه في منطقه الروبيكي هنزيد القيمه المضافه من الجلود المنتجه في المدينه لان طبعا نشتغل باساليب حديثه جميع الماكينات اللي مش موجوده عندهم في مجرى العيون احنا هنا الحكومه وفرتها وعاملين مركز تكنولوجي في احدث الماكينات عشان تقديم خدمات فنيه لاصحاب المدابغ اللي هم ما عندهمش ماكينات حديثه وعاملين معامل عشان خاطر بدل ما كانوا عشان يصدروا الجلود كانوا بيصفروا عينات الخارج ياخدوا عليها شهادات عشان يقدروا يصدروها احنا عاملين هذه المعامل معامل كيماويه ومعامل فيزيائيه عشان خاطر هذا اللي هو يعني خلفكم وخلف الكاميرا المركز يعني التكنولوجيا احنا مستوردين له ماكينات وهتوصل ان شاء الله يعني الشهر الجاي وهتبدا تركب وده عشان خاطر معاونه اصحاب المدابغ اللي ما عندهمش امكانيات للماكينات الحديثه يقدروا يستخدموه في استكمال حركات الانتاج. طب يا باشمهندس امتى هنبدا التسكين الفعلي هنا في احنا بدانا الموضوع هو يعني هو الموضوع موضوع كبير لان احنا عندنا 958 الف طلب. عايزين نعرف احنا وصلنا ليه هنا في منطقه الروبيكي وجنود مصانع الجلود. هو الحقيقه منطقه الروبيكي الاول لازم اشرح ان هي تتكون من ثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي حضرتك فيها دلوقتي ودي انتهت بنسبة 100% ودي المفروض ان هي كل الناس اللي عايزة تنقل من مجرى العيون الى منطقة المرحلة الثانية الحقيقة احنا هنستغلها في الاكستنشن المطلوبة علشان ننمي المصانع ونكبرها. المرحلة الثالثة برضه هنبدأ فيها على طول وهي مرحلة القيمة المضافة بدل ما هنفضل الجلد خام احنا عايزين نعمل مصانع مصنوعات الجلديه. يعني مرحله التصنيع مش هتبتدي مع المرحله الاولى اللي هي لا هما دلوقتي في مجرى العيون بيعالجوا الجلد بيعالجوا معالجه ويصدروه خام
احنا بقى بدل ما يصدروا خام عايزين نعمل قيمه مضافه للدوله ونعمل ما يصدرش جلد بقى خام يصدروا مصنع. ولما نصدره مصنع ده بيعمل قيمه مضافه كبيره قوي في التصدير والصادرات والسيطره على الواردات. في حدود قد ايه يا دكتور باشمهندس نبدا نقول ان احنا خلاص احنا جاهزين ان احنا نصدر جلد طبيعي للدول الاجنبيه؟ احنا اوريدي مجرى العيون زي ما هو كده بيصدر حوالي 1.5 مليار مليار و500 مليون جنيه في السنه. احنا مستهدفين الحقيقه اما ينقلوا هنا بعد سنه من نقلهم احنا مستهدفين حوالي 3 مليار. 3 مليار جنيه في السنه زي ما هم كده بدون اي اضافه بدون اي. اما نطور المصانع ونكبرها ان شاء الله في المرحله الثانيه اكيد الشيء الرقم ده هيتضاعف لما نعمل قيمه مضافه وصناعات جلديه القيمه هتتضاعف اكتر واكتر. امتى هنبدا في مرحله التسكين للمنطقه هنا؟ احنا اوريدي بدانا في مرحله التسكين مش لسه هنبدا الحقيقه. يعني نقدر نقول 30% من المصنعين في مجرى العيون تم تسكينهم ولكن احنا مدينهم مهله سنة من النهارده او يعني من الايام دي من يوم الهدنه. المهله السنه دي عشان سببين الحقيقه. السبب الاولاني ان هم عندهم تعاقدات مع شركات اجنبيه بره لابد من الالتزام بيها. السبب الثاني ان عمليه فك المكن ونقله وتركيبه بياخد وقت كبير جدا عشان نقدر نحافظ على الناس ونقدر نحافظ على المكن. هل وزاره التجاره والصناعه مدتهم بالمباني والمقرات فقط ولا في اجهزه هتساعدها للتطوير اللي هي وزاره التجاره والصناعه مدتهم بحاجات كتيره قوي. نمره واحد ودي اول مره تحصل ان اللي بياخد تعويض بياخده في نفس اللحظه اللي بيهد فيها. وزاره التجاره والصناعه وفرت لهم 1008 شقه على بعد 800 متر من الموقع. مساحه الشقه 95 متر يعني صغيره. وزاره التجاره والصناعه وفرت لهم المنطقه المنتجيه او المركز التكنولوجي اللي حضرتك فيه دلوقتي اللي هيبقى في مكان حدود 40 مليون جنيه ده لمساعده صغار المصنعين. وزاره التجاره والصناعه وفرت لهم المصانع مبنيه جاهزه زي ما حضراتكم شايفين مش ناقصه حاجه يا دوبك على تركيب المكن والتشغيل. وزاره التجاره والصناعه وفرت لهم محطه صرف للحوم في الدار ووفرت لهم محطه صرف صحي ووفرت لهم الميه المطلوبه للصناعه. فلا وزاره التجاره والصناعه وفرت لهم لجنه دلوقتي شغاله من ايطاليا علشان تعمل لهم فرش للمصانع بالشكل اللي يرفع كفاءة إنتاج الدباغة